كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أهلا بكم متابعي قناة كاف 24 تي في. كنتواجد الآن من أمام محكمة الاستئناف بمدينة طنجة حيث كتجري أطور محاكمة الفقيه متابع بقضية اغتصاب 12 طفل وطفلة قاصر بقرية زميج في منطقة ملوسة طنجة. الآن الضانين بين أيدي النيابة العامة للتحقيق معه، سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل. تابع ملف هذا الملف الجديد الذي ينضاف الى ملف الاجرامي ديال الذي ذهب ضحيته الشهيد عدنان، قضيه اغتصاب فتيات وفتيان في دوار في متجر جميج، وهي قضيه خطيره جدا، وهذا عمل اجرامي شنيع يستحق اقصى العقوبات. نتمنى من القضاء ان يعني يكون يعني بطبيعة الحال احنا نثق في القضاء وفي نزاهته بأن يعطي أقصى العقوبات لهذا المجرم الذي تقى فيه السكينة، وكانوا الأطفال في يعني في 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 أي بين أيديه كأمانة، لكنه خان الأمانة ويستحق كل العقوبات الجنائية الموجودة في القانون الجنائي المغربي، ولا يمكن الرحمة بهؤلاء المجرمين الذي يمكن أن نصف هذا العمل إلا بعمل ديال السفاحين أو عمل إجرامي بشع يجب الحد منه، يجب يعني إنصاف الضحايا وإنصاف الأسر والعائلات المكلومة لكي لا تتكرر مثل هذه الجرائم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.